ارجع لك بقى ونقعد نتكلم زي ما احنا عايزين معاك كابتن احمد طيب من الدوحه. اه حبيبي. وطبعا يعني التعليق على كاس العالم في الوقت ده بيخلي الواحد مستمتع زي ما احنا مستمتعين كده. اكيد كابتن احمد طيب مستمتع بان هو بيعلق شخصيا على المباراه الجميله دي. كابتن احمد تحياتي ليك. مساء الخير كابتن محمد. ازاي حضرتك كابتن؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك كابتن رضا. حبيبي كابتن رضا مع حبيبي يا كروان. ازاي حبيبي وحشنا كتير. والله وانت كمان يا كروان ربنا يخليك. كابتن احمد يعني في بدايه الكلام اكيد حضرتك يعني زي ما بقول كده وفي تقديمة الكلام معاك الاستمتاع بمباريات كاس العالم يعني يعني الوصف اللي انا ممكن بقوله ده بالنسبه لحضرتك عامل ازاي؟ هل في حاجه اكتر من كده ولا الامور زي ما بقول كده؟ لا هو بكل المقاييس هو استمتاع. استمتاع بكل حاجه يعني الاجواء المكان. مش مصدقين لغايه دلوقتي ان كاس العالم عندنا في منطقه عربيه. الحاله اللي عليها الملاعب اللي اتعملت، الامكانيات اللي موجوده، الروح اللي موجوده، حاجات كتير قوي قوي مخليانا مستمتعين. الى جانب طبعا اللعب والماتشات وبعض حتى الصدمات والمفاجآت كلها حاجات جميله يعني. اكثر الصدمات اللي انت ما كنتش متخيلها تحصل في كاس العالم كابتن؟ لا هي كتير. زي كتير قوي يعني كتير قوي. مين يقول يعني مين يقول من الاول كده ان السعوديه تكسب الارجنتين يعني؟ مين يقول مثلاً يعني؟ صح يعني خليني بس صدمه حلوه. بس صدمه حلوه يعني كابتن. بس هي صدمه حلوه يعني. انا قصدي نقعد نفرك نقعد نفرك في عينينا كده وكل واحد يبص حواليه وهو علم يعني حلم ولا علم. طب مين يقول كده يعني؟ يعني مين يقول ان ايران تخسر سته وما تمشيش المدرب وتاني ماتش تروح كسبانه اثنين وفي الاخر تخرج وتروح؟ مين يقول كده يعني؟ صحيح. نقدر نقول يعني نقدر تونس لما تكسب تونس لما تكسب بطل العالم فرنسا يعني وبعدين تروح خارجه من الدور الاول، ما دي برضو حاجات مش طبيعيه يعني. لكن كلها بتورينا ان الكره فيها كل حاجه. هل نقدر نقول ان المغرب يا كابتن التوفيق بيلعب دور؟ المغرب ووصولها دي بتشوفها ايه؟ هل هي صدمه؟ هل هي مفاجاه؟ هل هي حاجه فوق العاده ولا شيء طبيعي للمنتخب المغربي؟ يمكن اكتر المنتخبات العربيه قبل كاس العالم انت متوقع ان يبقى شكلها حلو كانت المغرب رقم واحد. صح مظبوط. لكن انها تتصدر مجموعه فيها تاني العالم في اخر كاس عالم كرواتيا وفيها تاني العالم في التصنيف بلجيكا وتطلع الاول كمان مش التاني يعني الاول عليهم، الله طب ما ده حدث استثنائي يعني برضو. مش كده ليه؟ صحيح. بعد كده تكمل مشوارك وتكسب عن اقتناع وقناعه واداء حلو ومحترم وما يدخلش مرمط في كل الكلام ده ولا هدف الا هدف ذاتي كده، ما دي كلها حاجات تجننك برضو يعني. العظمه دي